المعالي. يا أصحاب المعالي إحنا إلكم رسالة، ما بنفكوا هالإضراب، ما بنفكوا هالإضراب حتى تردوا بالإيجاب. الرسالة التي يريد أو يريد المعلم إيصالها، سواء المعلم المقدسي أو المعلم في الضفة الغربية، في اعتصامه أمام مجلس الوزراء اليوم، هو أن المعلم يريد حقوقه كاملة غير منصوصة، مع العلم أن ما يقدمه المعلم من جهد لا يرتقي إلى الرواتب التي تقدم لنا. كيف إذا قدمت لنا هذه الرواتب منقوصة بدون ربط بغلاء المعيشة، بدون جدولة مستحقات؟ ما نطالب به اليوم هو كرامة المعلم، حق المعلم كاملا غير منقوص، حقه في أن يعيش أمنا وظيفيا، بأن يعني يأخذ راتبه كباقي الموظفين في كل أنحاء الدنيا مع بداية الشهر، دون أن يحتاج إلى أن يقترض أو يستدين ليقوم بالوفاء بالتزاماته.